ختاما إلى صفحة متفرقات سريعة. بتار بيونترو بكل سنة العاصمة التايوانية المضاءة بالمصابيح، وكيف إذا كانت مصابيح هالسنة كلها أفاعي؟ لا ما تفهمونا غلط، القصة أنه أطلقت تايوان هالسنة مهرجان المصابيح 2013 تحت عنوان الفوانيس زينت العاصمة للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة اللي هي سنة الأفعى. وتم استضافة هالمهرجان اللي شارك فيه كل تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية من مختلف الأعمار بموقع معرض الزهور بالعاصمة. وهالمهرجان اللي ضم أكثر من 50 فانوس أحجامهم كتير كبيرة بيمتد ل 11 يوم وبيساهم بالحفاظ على الثقافة التقليدية لتايوان. مرة جديدة التقى عشرات المؤمنين بمكسيكو بأكبر مهرجان سنوي تكريماً لعذراء غوادالوبي بعد استقالة قداسة البابا المفاجئة. عبر المشاركين أكثر من 75 كيلومتر على مدى 3 أيام ليوصلوا للعاصمة حاملين الأعلام وصور السيد العذراء والشموع، وبقلبهم أمل كبير وأمنية يمكن تكون هدية مثل ما البعض اعتبر أنه يكون البابا الجديد من أمريكا اللاتينية. أستراليا وتحديداً ملبورن عاشت ساعتين من الرعب. هالكونغورو الصغيرة قررت أنها تمضي ساعتين من الوقت تقريباً عم بتكزدر على الحافة بموقف للسيارات داخل مركز تسوق بملبورن من دون ما تعرف أنه هالوضع ممكن يسبب للخطر. بس المفاجئ أنه بلحظة ساحرة قررت هالكونغورو أنها تعود أدراجة وتخلص كزدورتها. رجال الإنقاذ ما أخذوا أبداً القصة بمزحة بل أعطوها كل الاهتمام المطلوب ليومين قبل إرجاعها لحياتها الطبيعية. النشرة انتهت. نذكركم مشاهدينا الكرام دائماً أن بإمكانكم متابعة الأخبار عبر صفحاتنا MTV Lebanon News على موقع تويتر، MTV Lebanon على موقع فيسبوك، وعبر mtv.com.lb. وتابعوا في القسم الثاني حوار يجريه الزميل فادي مع مسؤول الانتشار في حزب القوات اللبنانية أنطوان بارد. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.